انتهى عقد الشراكة بين ميليشيا الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن تقدم الميليشيا على قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبمقتل صالح دشنت الميليشيا فصلا جديدا من فصول العنف والاغتيالات وصفت بالأكثر دموية. فقامت الميليشيا باعتقال المئات من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام، وهرب الكثير من القيادات العسكرية إلى المناطق المحررة، فكانت عدن ومأرب من أبرز المدن التي استقبلت تلك القيادات. أتشرف أننا وصلت إلى مأرب، مأرب العز، مأرب التاريخ، مأرب المجد، لأشارك أخواني المتواجدين الذين سبقونا بالوصول إلى مأرب للدفاع عن الثورة والجمهورية وإخراج من أرادوا أن يعكروا صف اليمنيين بالأفكار المضلة والأفكار الدخيلة على الشعب اليمني والمستوردة من والمسطرة إلينا من إيران. مراقبون سياسيون يرون أن تلك القيادات المنضمة إلى الحكومة الشرعية ستمثل رافدا جديدا للشرعية، وسيكون لها دورا محوريا في قلب الموازين على الميليشيا الحوثية. نتشرف بوصول إلى هذا المكان، إلى أسر العرب والعروبة، وسبحان الذي رد العوائد لأهلها. رجعوا العرب إلى أصلهم سيرجعوا اليمن إلى أصلهم، وسيرجع العرب إلى أصلهم إن شاء الله، ونطرد الفارسي المجوسي الذي هو دخيل على الدين وعلى الوطن وعلى العرب بإذن الله جميعا. الخطط العسكرية المحكمة التي ينفذها الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي أثبتت نجاحها في تحرير الكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب، فكانت انتصارات بيحان وعسيلان والجوف ومناطق الساحل الغربي، وتكبدت الميليشيا خسائر فادحة في صفوف قياداتها العسكرية الكبيرة ما عده محللون عسكريون نهاية سقوط الميليشيا الحوثية الإيرانية التي تتجرع ويلات الهزيمة في كل مكان. انضمام الكثير من القيادات العسكرية والقبلية إلى الصفوف الشرعية سيمثل ضربة قاسمة كما يقول الكثير هنا، وسيحول من سير المعارك لصالح الجيش الوطني. عبد الفتاح غلاب، الإخبارية، عدن.